مشاهدي ومتابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24 في كل مكان. طبعا يعني كان معانا خلال الساعات القليلة الماضية عريس كفر الدوار، اللي طبعا يعني مواقع التواصل الاجتماعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صار طبعا يعني الموضوع العروسة اللي ظهرت بملامح حزينة في الكوافير، طبعا ظهر يعني كان هناك حالة من يعني الجدل مازال موجود عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. معنا محمد عريس كفر الدوار هيحكي لنا بالتفاصيل اللي حصل. محمد، يعني قول لنا كده، خلال الساعات الماضية كان مواقع التواصل الاجتماعي ما وراهاش غير مقطع الفيديو اللي ظهرت فيه انت وخطيبتك. يعني عايزين نعرف يعني ملابسات الحادثة دي سريعا وأثرها عليك، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بيني وبين خطيبتي في سوء تفاهم، وانا عشان ده كده انا عارف ان هي زعلانه فانا برضيها، فحصل سوء تفاهم في الكوافير، فانا ولا قلت له نزل لي فيديو ولا انشر لي فيديو، ودمر حياتي. اعرف امشي في وسط الناس، اعرف اكلم ابويا، اعرف اكلم حد، وهو دمر لي حياتي خلاص، ولا عارف اشوف اكل عيشي، ولا عارف الكلام ديت. فضحني وحياتي، ما هي انا ما فيش حاجه حصلت، وانا اللي كانت طالعه على اللايف دي انا ما اعرفهاش، انا ما اتعاملتش مع الناس اللي كانت دي، اتعامل مع ناس تانية. بس التفاصيل من الاول، ايه اللي حصل؟ تفاصيل اللي ما فيش حاجه بيني وبين خطيبتي سوء تفاهم. انت كنت داخل تاخد خطيبتك من الكوافير بعد ما خلصت؟ ايوه. في سوء تفاهم انا وخطيبتي، فبس صوره ما ولا قلت له انشر ولا قلت له انت في بس في الاستوديو قلت له صورني بس اللي هو ليا. لا ده انا ليا انا لا ليا انا ليا انا عشان هي كانت زعلانه مني، فلما لقيتها هي بتبعد عني تزعل، فانت بتزعلني اللي هو فانا قلت له صور يا عم ايه بس ده لنفسي مش صور تنشرني. ايوه صور ده ايه ده لنفسي، لكن انا ما قلتلوش صور تنشرني على الكلام ده، و انا ما اعرفش يعني ايه فيس وما اعرفش يعني ايه نت. بعدين هناك بيني وبين بيني وبين عروس سوء تفاهم، انت بتبقى انت بتعمل ليه كده؟ اللي هو اللي بينشر، ايوه صاحب الكوافير انت بتعمل ليه كده؟ عشان انا ما قلتلكش انشر، عشان انا بصور فرح عروس، انا قلت لك الصور صور عشان انا شايفها زعلانه فانا برضيها. يعني هو حدث عارض كان ممكن يبقى عارض ويعدي حاله، بس هو اتبروز يعني قصدي. ده هو حط فيه حاجات، اي نص انا ما اعرفوش ده جه ازاي، الفيديو ده جه ازاي، انا برضي بدخل الرضا حق خطيبتي، قلت لك هي زعلانه فبقول لها بتصور معاها، فراحت شده ايدي زعلانه فانا برضيها، قلت له طب صور وخدت خدتها على جنب زمان زي ما الفيديو كله واضح قدام الناس. طبيعي يعني حدث عرض جيت من غير بدله بتلومك مثلا انت ازاي فرحك من غير بدله، حصلت ان هي انا يعني كان عليا انا عايز عروستي انضف احسن الناس، لكن كان عليا مش فارق بقى الناس مش فارق، ما تفرقش انت تعمل لي ليه كده؟ انا مش فارق مع نفسي حاجه، انا فارق مع ان عروستي تكون تمام تكون قدام الناس عشان هي هتشرفني. ايوه ماما قبل ما تشرف ابوها وقبل ما تشرف حد مشرفه الدنيا بحد، بس هتشرف على نفسك في الماديات يعني عشان ترضيها هي، بس مش اكتر. انت تفضحني ليه؟ انت افرض انا دلوقتي عايز اقول حاجه لعروستي بس ظهرت في الكافيه وهي المفروض ما تنزعش، تزعها؟ لا تقولها؟ لا تشيرها لي كده؟ اما خلينا اسيب سرحيت واسيب عربيه على كمبيالات وعلى دنيا تحت وحالي باي حالي واقف. شغال يا محمد؟ شغال سريح خضار، يعني اكل عيشي بين ايدين الناس، الناس دي عارفه كلها محمد ايه. انت خليت محمد كده دمرت لي حياتي. محمد انت امتى شفت الفيديو؟ الفيديو ده شفته امبارح المغرب. اخويا رن عليا امبارح العصر قال لي في حاجات على الفيس والكلام ده، قلت له يا اشرف، اخويا اللي بيكلمني قلت له يا اشرف انا قافل الفيس بتاعي وقافل صفحتي بقى لي من قبل الخطوبه بقى لي 4 ايام. لما جيت خلصت انا كنت في بلد ثانيه لمؤاخذه، احنا في زوره وحته اسمها مرجان في رحله، فانا بسرحها وانا جاي من سرحتي من مرجان اروح على بلدي عشان انا بلد زوره، لقيت صحابي واقفيني ايه ترند ايه ترند، انا ما اعرفش يعني ايه ترند، ببص في البتاع ده اتصدمت. طب ايه ده؟ انا ما قلتش ازاي الكلام ده، صعقت اول ما شفت الناس مفكره، الناس مفكره اللي انا بقول انا اللي نشر نشر ايه، انا ما نشرش حاجه شبه دي، انا قلت له انا ما قلتلوش، هو المصحف ما قلتله انشر. طب محمد كان رد فعلك ايه بقى اول ما شفت الفيديو؟ رد فعلي ان انا راح دلوقتي اعمل مشكله مع نسايبي، مفكرين ان نسايبي هم اللي في ناشرين الفيديو عشان انا ما اعرفش في الفيس وما اعرفش في الكلام ده، قلت انت تكون العروسه نشرها، فانا رحت على بيت نسايبي، هو كان هيخليني اخسر حياتي بحاله خالص امبارح، ما اعرفش ولوم ابويا محمد انا اعمل ايه معاه؟ اعمل ايه ونفسي اخد حقي
بس انا تعبان تعبان والله والله العظيم نفسيتي متدمره ودمرنا حياتي. يعني انت كنت دخلني في فرحه يعني انت ما تعرفش اللي بينه وبين عروسه ايه. انت كده خليت الناس كسر فرحتي وناس انا شكلها بوظت لي حياتي. ايه انت كده بترد على الكلام اللي بيقول ان هي مغصوبه على الجواز. لا على اللي هو بيقول هو اللي هو منزله له بتاع الكافيه. هو منزل لي بتاع الكافيه اللي بيت مغصوب. بص بص يا استاذ الراجل بتاع الكافيه ده منزل لي حاجات بتبص حاجات فظيعه بالنسبه لابني. بالنسبه لابني انا ولا انا ولا نطيت من شباك حد. انا دخلت للناس دي من بابي وفك ووافقوا برضاهم مش غصب عنهم وبنتهم كانت موافقه على ابني ورحنا وحددنا واتفقنا وكل اللي قلنا الحاجات دي اتكلمنا فيه مفيش اي حاجه. وصلنا المعلومه اللي احنا هنخش هنروح دخلنا في كوافير في موضوع كوافير اتفقنا وحجزنا في الكوافير وابن راح الكوافير ماشي. سوق التفاهم ده ان كان بين العريس بين خطيبها وخطيبته ماشي انت مالكش فيه. صاحب الكوافير مالوش فيه. سوق التفاهم ده مالوش فيه. ما ينشرش اي حاجه واحنا ما نقولش وما خدش اذن اي حد عشان ينشر واحنا في نفس الوقت دي خصات بينهم دي خصات وفي حاجات بينه وبين خطيبته ما انت مالكش فيه. انت مالكش فيه ماشي. دلوقتي هو الدكتور لما بيعمل عمليه لاي حد بيعملها بنفسه ولا باخد بياخد راي اهل المريض واهل المريض ولا لا بياخده. لازم يستاذن الراجل ده ما يستاذنش الراجل اللي عدى الحدود بتاعه واحنا بناخد حقنا بالقانون. عارف في اجراءات اتخذتها يعني اتجاه انا ما عرفتش غير امبارح. انا يا جماعه انا ما اعرفش انا في الحاجات بتاعت التليفونات دي. انا راجل بنعدي عندي كل حاجه بالوصول وبالادب وبكل احترام. اللي بيعدي عليا بنعدي عليه. قصدي يعني اللي بيخطأ هل في هتقوم بتحرير المحضر مثلا ولا ايوه مش هنسيب حد ابني. انا مش هسيب حد ابني. حد ابني مش هسيبه. طب احنا عايزين نتكلم عن الليله بقى ليله الفرح نفسها. وانتوا كنتوا موجودين عند العروسه وفرحانين وكده ولا كان في حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. احكي لنا بقى الليله دي مفيش اي حاجه. احكي لنا عن الليله الجميله. قضينا شبكه زي اي حد بيقضي. والعروسه فرحانه والعروسه فرحانه والعروسه فرحانه ولو سوق التفاهم ده برضه ما يوصلش لواحد عدى حدوده. احكي لنا احكي لنا اللي حصل. مفيش اي حاجه. كله ده قضينا كل واحد اتوكل على الله ومفيش اي حاجه من المشاوير دي. وقضينا احلى ليله وكل واحد راح لحاله. اتفاجئنا عشان ما تنشرش ما تنشرش. وانت ما تنشرش حاجه ليه؟ بسوق تفاهم بينه وبين خطيبته ما تنشرهوش. انت مالك؟ انت بتتكلم دلوقتي انت هتطلع على التافه قالي. انت عاوز توصل تلك على تطلع على التافه قالي. اللي انت عروسه مغصوبه غصب عني عروس مغصوب غصب عني. لا احنا رحنا للناس دي واتجعدنا معاهم واتفقنا معاهم برضا العروسه وبرضا اهل العروسه ومفيش اي حاجه. سوق التفاهم دي استغلها بتاع الكوفيك. ابنك زعلان دلوقتي؟ ابني متاثر. واي حد اي حد بيتاثر من اللي هو بيشوفه ده. طب يعني ام العروسه برضو ام العريس يعني برضو لها كلمه عن اثار الحادث ده على ابن حضرتك؟ كلنا زعلانين وخلاص. اه طبعا هم كسروا فرحتك يعني. هو اثر فينا كلنا طبعا علشان خاطر دي ابننا واثر على سمعته واثر في نفسيته جامد لدرجه ان انا برن عليه مش راضي يرد عليا. نفسيته تعبانه ولما جيت فضل يبكي ويقول انا مش قادر نطلع بره البيت انا مش قادر نمارس شغل. نقول له ليه انت راجل مفيش اي حاجه حصلت وخطيبته هي كويسه خالص معاه مفيش اي حاجه واهلها ناس كويسين. وانا لما رحت عندهم البيت جابلونا احلى مجابله ومفيش اي حاجه خالص. رحنا عندهم البيت اكتر من 3 مرات والشبكه عدت وكانوا مبسوطين واهلها كلها كانوا مبسوطين والعروسه مبسوطه وانا معايا صور بده كله من الشبكه واحنا كلنا متصورين معاها ابو العريس وانا متصوره معاها وست العريس واخو العريس واصحابه كلنا متصورين معاهم. مفيش اي حاجه من الكلام اللي بيحصل ده كله. هو اللي عمل ده كله والفبركه دي كلها بتاع الكوافير علشان خاطر يطلع بترند على حساب ابني. بس احنا مش هنسيبه حق ابني قانونا هنجيبه علشان خاطر هو دمره نفسيا ودمره كل اصحابه كل اللي جابلوه يقولوا انت مش راجل انت مش راجل انت مش راجل وعمالين يعلقوا تعليقات بايخه خالص. بس هو راجل واحنا هنعرفه ناخده حقه بالقانون وبالادب وبالاحترام. بس ابني مش 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 وحش علشان خاطر يترفض ولا ان هو كده ولا هو كده. هو راجل زي اي راجل وكويس واي بنت تتمناه. وعروسه مش مغصوب عليه ولا اي حاجه زي الناس ما بتقول ده مغصوب عليه واللي بيكتب تعليقات ويقول ده واخدها رد حق
واللي يكتب تعليقات بايخه وكل الكلام ملهوش لازمه، هو مش واخدها غصب ولا حاجه، هي راضيه بيه وهم اللي بعتوا لنا، احنا رحنا بيتهم زي زوجي مجال وزي ابوه مجال، ان احنا خبطنا على البيت من بابه ووافقوا ورحنا وقعدت معاه بدل المره مرتين، وهم جم عندنا هنا في البيت، امها وابوها جم عندنا وعمها جم عندنا في البيت، وتاني ابوها وامه جم عندنا في البيت وعمتها، وكنا كويسين خالص مع بعض، ولحد يوم الشبكه كلنا كنا كويسين مع بعض وما فيش اي حاجه حصلت. هو حس بس اللي حصل سوء تفاهم ان هي كانت عايزاه يلبس بدله وهو انحرج، عشان هو بياع، هو بياع كفه ومزانه، قال انا محرج ان انا نلبس بدله، حتى انا فضلت نتحل عليه ياما ان هو قال انا محرج ان انا نلبس بدله. هو كل ده اللي حصل، هي زعلت منه فهو بيحاول يراضيها، هو بيقول اه موقف عارف زي اي موقف، جه العريس حاول ان هو يراضيها لما لقاها ان هي زعلت، جه بتاع الكوافير استغل الفرصه وبيقول له نصور، قال له صور، بس هو بيقول له صور بحيث ان هو عايز صور للذكرى، بعد كده يضحك خطيبته ويقول لها فاكره يوم ما كنت زعلانه مني، فاكره كذا فاكره كذا، فهم عملوها موال كبير عبيط. وحقنا طب يا حاج برضه يعني هل مثلا يعني بعد مثلا انت قلت هتاخد اجراءات قانونيه، هل في مثلا محاولات للصلح بينكم من الكوافير دلوقتي؟ ازاي يعني؟ يعني هم عرضوا الصلح عليكم ان هو مثلا يعني في عاده؟ احنا ما مش حتى لو في صلح ولا في اي حاجه ده اعتبار وكرامه، احنا انا الصعايده بنحب ايه؟ ناخد حقنا بالقانون، القانون ما جابليش حقي يبقى احنا بقى ايه؟ ده راي عام والراجل ده عمل اللي هو ما نعملش بالنسبه لابني، فاحنا ده راي عام. ده ابني، هو لو ابنه واخطا كده اشوفه هياخد حقه ازاي. محمد تحب تقول كلمه اخيره؟ بحب اقول كلمه اخيره، انا واقف حال والله، الراجل ده جه عليا وبهدلني والله بتكلم بجد، مش عشان حد بيصورني ولا الكلام ده، الراجل ده جه عليا بهدلني خلاص خلاص وهان كرامته والله، بس خلاص يا باشا ربنا ربنا والله خلاص يعني زي ما مشاهده ومتابعي كانوا لايف 24 يعني من داخل منزل العريس كفر الدوار محمد. طبعا شرح لنا محمد القصه ووالده شرح لنا برضه القصه ووالدته، وان القصه زي ما هم قالوا ان يعني ان الكوافير زي ما هم قالوا ان هم نشروا الفيديو بدون ما يستاذنوا، وان محمد طبعا اتاثر نفسيا من نشر الفيديو. مشاهده ومتابعي كايرو لايف قناه 24 بنشكركم على حسن المشاهده والمتابعه.